بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، لازلنا في سياق الفوائد في الحديث الأول، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأظن أننا وصلنا في الفائدة 27 ولا لا؟ ذكرنا النية وأثرها في الأيمان. أجمع صحبوني ولا رحنا لهنا؟ النية وأثرها في الأيمان ذكرنا، وش آخر واحدة قلها؟ آخر واحدة هذا الذي يريد التنبيه على أخطاء. بس هذا استمرارا لصيد الفوائد في هذا الحديث، والفائدة 28 والمسألة 28. هذا الحديث دليل على أن ما قرره الفقهاء في باب الأيمان تقرير صحيح، وهو أن الأيمان مبناها على الأغراض لا الألفاظ. الأيمان والمقصود بها الحلف والنذور إنما مبناها على الأغراض لا الألفاظ، الأغراض لا الألفاظ. والمراد بالأغراض يعني المقاصد. فإذا حلف الإنسان على شيء فإننا قبل أن نرتب عليه مقتضى يمينه لا بد أن ننظر في مقصده أولا، لا بد أن ننظر في مقاصده أولا. فإذا كان يقصد بيمينه شيئا معينا فإننا نعمل بمقتضى القصد ولا ننظر إلى عموم اللفظ ولا إلى خصوصه. ولذلك فالمتقدر عند العلماء رحمهم الله أن النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص، تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. يعني مثلا لو 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 أنني غضبتكم أنتم في المسجد الآن وقلت والله لا أكلم أحدا، والله لا أكلم أحدا، هذا بمقتضى اللفظ يفيد العموم، يعني أنني لا أكلم أي أحد سواء كان في هذا المسجد أو خارج المسجد. لكن هذا اللفظ العام لا يعمل به بمقتضى، بل لا بد أن ننظر إلى إيش؟ إلى نية الإنسان وإلى قصده. فالنية خاصة، وهي أنني حلفت أن لا أكلم من في هذا المسجد، فلا ننظر إلى عموم اللفظ. لماذا؟ لأن النية تخصص اللفظ العام، تخصص اللفظ العام. أو مثلا جلست في بيتك يا فهد فكأني رأيت منك منة علي وقلت والله لا أشرب شيئا، والله لا أشرب شيئا. كلمة لا أشرب هذا نفي، وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم. فدل ذلك على أن مقتضى اليمين باللفظ، يعني مقتضاها باللفظ، أنني حلفت ألا أشرب أي شيء، أني حلفت ألا أشرب أي شيء سواء في بيتك أو في بيتي أو في بيت الثاني والثالث. لكن لا بد أن ننظر إلى السبب الذي هيج اليمين والنية التي قامت بسببها تلك الألفاظ، وهي أنه لا يريد لهذا الرجل منا. فحينئذ يحنث لو شرب شيئا في بيت فهد، أحنث لو شربت شيئا في بيت فهد. لكن لو خرجت وثمة ماء في السيارة وشربته هذا لا يدخل في مقتضى يميني، مع أن لفظ اليمين لفظ عام، لكن النية تخصص اللفظ العام، تخصص اللفظ العام. والعكس، لو كان لفظ اليمين خاصا والنية عامة فإن العبرة بما قام في القلب ونواه الفؤاد. لا ننظر في الأيمان إلى الألفاظ فقط، لا، بل ننظر إلى المقاصد والبواعث والأسباب المهيجة، ننظر إلى الأسباب والبواعث والمقاصد والأشياء التي هيجت. اضرب لنا مثالا، خذ مثالا، لو أنني مثلا جالس في بيت واحد منكم وقدم لي طعاما، وقدم لي الأرز، قدم لي طعام الأرز، ثم شعرت فيه أنه يريد المنة علي بهذا الإكرام أو بهذا الطعام، فقلت والله لا آكل طعامك، والمقصود يعني طعامك الذي أمامي، والله لا آكل هذا الطعام. هذا الطعام لفظ الآن خاص ولا عام؟ اللفظ خاص ولا لا؟ لكن نيتي أنا أنني لا أريد أي شيء تحصل لك به المنة علي، سواء كان طعاما أو شرابا أو حتى قرضا، حتى ولو سلفة أو صدقة يدخل فيها حتى المال، مع أني حلفت على الطعام فقط. لكن المقصود أن النية عامة، وهي أنك تريد أن تبطل كل سبب له يوجب لهذا الرجل عليك فيه المنة. فحينئذ القاعدة تقول في الأيمان أن الأيمان مبناها على الأغراض، على النيات، على البواطن، على المقاصد، ها، على الأشياء التي قامت في قلبك، وليست على مجرد الألفاظ. وبناء على ذلك فالألفاظ العامة تخصصها النية، والألفاظ الخاصة تعممها النية. لماذا؟ لأن لكل امرئ ما نوى، فهو نوى العموم ولفظه خاص، فإذا له ما نوى، ليس له ما تلفظ بل له ما نوى.
ومن فوائد العظيمة في هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل قبل أن يتعرف على حكمه شرعا، هذا باتفاق العلماء، لا يجوز للإنسان أن يقدم على معاملة ولا على بيع ولا على شراء ولا على نكاح ولا على لفظ ولا على عقد من العقود إلا بعد أن يتعرف على حكم الشرع، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الإنسان ينبغي له أن يتعبد الله جل وعلا على بصيرة من أمره، والبصيرة يراد بها العلم، فينبغي للإنسان أن يكون عالما بما يقول وعالما بما يفعل قبل أن يقوله أو أن يفعله. وأما أن يتقحم الإنسان في المعاملات التي لا يدري عن أحكامها والعقود التي لا يدري عن حلالها من حرامها، ثم بعد ذلك إذا وقع الفأس في الرأس يبدأ يطرق أبواب العلماء يقول والله ما حكم كذا ما حكم كذا، لا، هذا لا يجوز. ولذلك القول الصحيح عند العلماء أن من أقدم على شيء لا يعرف حكمه انتبه، وكان الإقدام على هذا الشيء مما يوجب الفسق فإننا نفسقه حتى وإن كان جاهلا، حتى وإن كان جاهلا بالإقدام على هذا الأمر المفسق فإننا نفسقه، لا سيما إذا كانت أبواب العلماء مفتوحة وهواتفهم معروفة والوصول إليهم متيسر لا متعسر، ومع ذلك يتقحم في تلك المعاملات ويكتتب في تلك الأسهم ويفعل ويبرم تلك العقود التي لا خطام لها ولا زمام من العلم عنده، فحينئذ إذا ارتكب شيئا مفسقا فإننا نفسقه حتى وإن ادعى الجهل، فإنه جهل غير معذور، فإنه جهل غير معذور فيه. فحقيقة النية وحقيقة التعبد هي ألا تقدم على قول ولا على عمل إلا بعد أن تعرف حكمه. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن القول الصحيح أن طلاق السكران والغضبان لا يقعان، أن طلاق السكران الذي فقد بسكره عقله والغضبان جدا الذي لا يدري عما يقول وما يفعل أنه لا يقع لا طلاقه ولا نعم لا يقع طلاقه ولا عتاقه، يعني عتقه لا يقع وطلاقه لا يقع، فالسكران الذي غطى السكر عقله والغضبان الذي غطى الغضب عقله لا يقع لا طلاقهما ولا عتاقهما، يعني لو طلق السكران زوجته في حال السكر المطبق أو طلق الغضبان زوجته حال الغضب المطبق فإن هذا طلاق لغو لا يقع، هذا هو القول الصحيح، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم، حتى ألف ابن القيم رسالة طيبة أسماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، ليس إغاثة اللهفان مصائد الشيطان، هذا كتاب آخر، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، نعم، وهو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، والذي تفتي به اللجنة الدائمة، لا سيما إذا كان السكر والغضب قد غطيا عقله التغطية المطلقة. قالوا لماذا لا يقع؟ قالوا لأن هذه ألفاظ لا تعتبر بقوالبها بل لا تعتبر إلا بمقاصدها، تلك الألفاظ لا تعتبر بقوالبها بالنظر إلى قوالبها فقط اللفظية، بل لا بد أن ننظر إلى إيش؟ إلى مقاصد أصحابها. وأضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا في نومه طلق زوجته هل يقع طلاقه؟ طيب طلقها باللفظ الصريح، قال أنت طالق يا فلان أنت طالق وهو نائم، هل يقع طلاقه؟ جواب لا. لماذا؟ لأن اللفظ انفرد عن إيش؟ عن القصد والنية. فكذلك الغضبان جدا هو يتلفظ بألفاظ لا يقصدها ولا ينويها، بحيث أنه لو كشف عنه الغضب أو صح عقله من السكر فقيل له فعلت كذا وكذا ربما يقول والله لم أفعل شيئا. فإذا العبرة في الطلاق والعتاق هي النية والقصد، القصد القلبي والنية الباطنية، ليست على مجرد الألفاظ. ولذلك القول الصحيح هو ما رجحت لكم في هذه المسألة. ومن مسائل هذا الباب أيضا ما نص عليه العلماء من سبب بداية عبد الغني المقدسي رحمه الله عمدته بهذا الحديث. لماذا بدأ المصنف بهذا الحديث؟ ذكر العلماء في ذلك علتين. العلة الأولى أنه يتكلم عن الطهارة، أنه يتكلم عن النية التي هي شرط الطهارة، الأمر الثاني اقتداء بالعلماء المحدثين، أن عبد الغني المقدسي من جملة المحدثين الذي أراد أن يقتدي بعلماء أهل الحديث في ابتداء مصنفاتهم وافتتاح
مؤلفاتهم بهذا الحديث كصنيع البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه أول ما بدأ بهذا الحديث، وكلا العلتين صحيحة. يعني إذا قيل لك لماذا بدأ المصنف بهذا الحديث فقل بدأ به لأنه يتكلم عن النية التي هي شرط الطهارة، فناسب أن يبدأ به قبل تفاصيل أحكام الطهارة. الأمر الثاني أنه أراد الاقتداء بعلماء أهل الحديث الأوائل، بل قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى حق على كل من ألف في الحديث، أو قال ينبغي لمن صنف كتابا أن يبتدئ بهذا الحديث تنبيها على تصحيح النية، وقال ابن مهدي الحافظ رحمه الله من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، وقال هو رحمه الله لو صنفت كتابا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث، لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث. وهذا صنيع الإمام البخاري وصنيع الإمام البغوي رحمه الله في مصابيح السنة، وأقره عليه الخطيب التبريزي في مشكات المصابيح وغيرها من كتب الحديث، تجدونهم يبدأون بهذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أيضا في قول، قبل أن تكتب الفائدة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، هل هذا ذم للهجرة في طلب الدنيا والسعي في طلب الرزق؟ هل هذا ذم لكل من هاجر يريد شيئا من الدنيا؟ إذ ماذا نفهم من قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر له؟ ما الذي نستفيد؟ ما المذموم هنا؟ هل المذموم هنا كل هجرة لغير الله؟ أو المذموم هنا من ابتغى بالهجرة عمل الدنيا؟ هذا الحديث أيها الأحباب ليس ذما لمن هاجر يطلب رزقا في بلاد بعيدة، أو هاجر ليتعلم صناعة، أو هاجر ليتعلم علما، أو هاجر مثلا ليتزوج امرأة في أمريكا ويجلس معها 3 سنين ثم يرجع، هذا ليس ذما لمن أراد شيئا من الدنيا، ذم لمن تستر بعمل من أعمال الطاعة ويقصد به الدنيا، مثل ذلك الذي يصلي لإرادة المدح والثناء، فهو تستر، فهو يريد مقصودا لكنه أضفى على مقصوده هذا شيئا من من الغطاء الذي لا يكشف به، فهذا هو المذموم. فالمذموم في هذا الحديث هو من يبتغي الدنيا بعمل الآخرة، هو من يبتغي الدنيا بعمل الآخرة، هذا هو المذموم في هذا الحديث. وأما من هاجر لطلب رزق أو للاستشفاء أو للزواج بامرأة وهو يقصد هذه الهجرة أصلا، هو لا يقصد يعني التعبد لله بهذه الهجرة أو يتخفى وراء مسمى الهجرة أو يوصف بأنه من المهاجرين، لا، وإنما أراد من أول مقصوده إلى آخره أنه يريد هذا الأمر فقط. فمهاجر أم قيس إنما أراد بهجرته ماذا؟ أراد بهجرته دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. فإذا هذا الحديث على القول الصحيح أنه ذم لمن أراد الدنيا وقصد الدنيا ولكن تستر بعمل الآخرة، لمن أراد الدنيا ولكن تستر بعمل الآخرة. ما أدري وضحت هذه ولا ما وضحت؟ أنت يا أخ واضح؟ أكيد؟ يعني أنه أراد شيئا من الدنيا ولكن لو صرح للناس أنه يريد هذه الدنيا لذمه الناس، قالوا كيف تقصد هذا؟ فأراد أن يجعل ستارا بينه وبين ذم الناس، فلم يجد خيرا من ستار أعمال الآخرة، فجاء بعمل من أعمال الآخرة من العبادات فجعله غطاء وستارا يخفي به مقاصده الدنيوية، مقاصده الدنيوية. إن شاء الله هذا واضح. ولعل آخر فائدة هو ما سنذكرها، وهو كم رقم الفائدة عندكم؟ الفائدة 32 في هذا الحديث تنبيه للدعاة على استغلال المناسبات في تقرير المواعظ والأحكام الشرعية. في هذا الحديث دليل أو تنبيه للدعاة وفقهم الله لكل خير أن يهتموا بتلك المناسبات حتى يقرروا فيها الأحكام الشرعية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغل مناسبة يعني المهاجرة أم قيس، لما هاجر يريد أن يتزوج بأم قيس استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسبة وهذا الموقف فقرر فيه حكما شرعيا، وهذا منهج شرعي، هذا منهج شرعي، استغلال المناسبات في الوعظ والتذكير وتقرير الأحكام الشرعية منهج طيب جدا. وأضرب لكم يعني بعض الأمثلة ولو مثال واحد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة من المعارك وأصحابه حوله وثمة امرأة تبحث عن صبي لها
فوجدت صبيها ملقا على وجهه فأخذته وإيش ألقمته ثديها. هذه مناسبة ولا لا؟ استغل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذه المناسبة ونبههم على موعظة عظيمة وذكرهم بصفة كبيرة من صفات الله وصفة الرحمة، فقال أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تطرحه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله، في استغلال المناسبة الآن، لله أشد رحمة من هذه، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أن الله لن يطرح عبدا من عباده في النار وهو من أهل النجاة أو هو أو قد حصل سبب من أسباب أو معه سبب من أسباب النجاة، وإنما لا يهلك على الله إلا هالك، والله جل وعلا أرحم بنا من أمهاتنا. فهذا استغلال، هذا استغلال للمواقف. كذلك لما صعد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يجتني أراكا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الريح فسفت الثوب عن ساقيه فبان للقوم دقة ساقين، كانت ساقين دقيقتين، فضحك القوم فيما بينهم على دقة ساقيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه. فاستغل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المناسبة، هذه المناسبة، وقال والذي نفسي بيده لهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد. إذا في إثبات الميزان وفي إثبات البعث والجزاء، كل ذلك استغلالا لهذه المناسبة. ومثال ثالث أيضا أيها الأحباب، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة، حلة جميلة جدا، فجاء رجل فأبدى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إعجابه بهذه الحلة، وجاء القوم يلمسون هذه الحلة من إعجابهم بها، فقال أتعجبون منها؟ تعجبون منها؟ يعني أتعجبكم هذه؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. فإذا ينبغي لنا أيها الأحباب، لا سيما معاشر الدعاة، أن نهتبل وأن نستغل وأن نغتنم تلك المناسبات التي تقع بين الفينة والأخرى في الكون، حتى نذكر الناس بواقعهم في هذه الحياة والمقصود من خلقهم، ونعظ قلوبهم ونزجر نفوسهم عن الذنوب والمعاصي، فإن هذا أدعى للقبول. لأنك لو جئت تلقي موعظة ليس لها ثمة مناسبة مسبقة، فإن القلوب قد تكون منصرفة عن موعظتك ولا لا؟ لكنك لو حصل غبار في البلد، حصلت زلزلة في البلد، حصل سحاب أو مطر أو سيل أو تدمير في البلد، أو حصلت فيضان في بعض البلدان الأخرى، ثم جعلت موعظتك متفرعة على هذا الموقف وهذه المناسبة التي يعرفها الجميع، فإن قلوبهم سوف تكون حاضرة وأسماعهم سوف تكون منصتة، وهذا شيء محسوس مجرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بعد وجود مناسبة وهي مهاجر أم قيس، فاهتبرها النبي صلى الله عليه وسلم فرصة ليبين للناس هذه الموعظة العظيمة والتي يبنى عليها نصف الدين، وهي أن قوام الأعمال الظاهر إنما هو على أعمال الباطن. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذه بعض المسائل في هذا الحديث، وإن كانت مختصرة، لكن لعل الله جل وعلا أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة.